مكملين طبعا موضوع المتغير العشوائي اللي فيه نوعين بنشوفهم دايما في كل امتحان، متغير عشوائي المتقطع زي ما اتفقنا قبل كده، والمتغير العشوائي المتصل. معانا برضو مسألة على المتغير العشوائي المتقطع بس مديني فيها جدول فيه مجهول، وانا قلت لك قبل كده للي متابعنا انه ربما يكون عندي في الجدول مجهول تحت في الخانة اللي تحت، او مجهول في الخانة اللي فوق، او مجهولين، واحد في الخانة اللي فوق وواحد تاني في الخانة اللي تحت. هنبدأ واحدة واحدة. المرة دي مديني مجهول تحت، وانا بريحك اهو قبل ما اشرح المسألة، لو كان في مجهول فوق لازم جنبها يساعدني يقول لي علما بان الميو بتساوي كذا. مستحيل يديني مسألة الخانة اللي فوق اللي اسمها سين فيها مجهول ويسيبني كده انا اجيبه، اجيبه منين؟ انا ما اعرفش اجيبه، هو ما اعرفش اجيبه، لكن لازم جنبها، لازم جنبها يقول لي علما بان الميو بكذا، فنستفيد بوجود الميو في معرفة المجهول. اما المسألة الصغيرة دي اللي بتيجي دايما في الامتحان فكرتها يعني سهلة جدا، لان الارقام اللي تحت كلها احتمالات، وما دام كلها احتمالات يبقى مجموعها بيساوي واحد، يبقى هجمع دول واساويهم بواحد احصل على قيمة الالف، ومن ثم بقى يعني طالما عرفت الالف يبقى شكرا، ممكن تجيب الميو والسيجما ومعامل الاختلاف والتباين كل حاجة. اذا مجموع الدرسين الارقام اللي تحت بيساوي واحد جمعناهم، كلام سهل جدا بس بيجي في الامتحان فلازم نتعرض له. اذا الالف بيساوي 4/10، قلبنا الجدول المره الثانيه بقى عشان ما نعيدش تاني، السين والدرسين الجدول اللي كان افقي قلبناه خليناه راسي، ضربت الاولى في الثانيه ورصيته بالراحه، الاولى في الثالثه، الاولى في الثانيه ورص، ثم الاولى في الثالثه ورص هنا. العناصر دي طبعا اسمها الوسط الحسابي مجموعها، في بعض الناس تحفظ تقول لك ده الوسط الحسابي ده اسمه مج س د س، يا سيدي على راسي من فوق، انا ما بحفظش الكلام ده، انا الخانه دي لما اجمعها تديني تحت التوقع او الوسط الحسابي، الخانه دي لما اجمعها يديني رقم 11.4، بعمل بيه ايه؟ بطرحه ناقص اللي قبله تربيع، خلاص مش محتاج لا حفظ ولا اي حاجه ولا مذاكره. يبقى 11.4 ناقص 3 تربيع، ناقص 3 متربعه، مش هيصه كلها متربعه، لا يديني التباين اللي هو سيجما تربيع، حطه تحت الجذر، جبت الانحراف المعياري زي ما انت شايف كده، فجمعت الخانه الاخيره ناقص مربع الميو اداني 2.4، حطيتها تحت الجذر على اعتبار ان 2.4 دي هي التباين، حطيتها تحت الجذر وطلع الانحراف. طالما عرفت الانحراف ممكن اقسم سيجما على ميو واضربها في 100 لو كان طالب معامل الاختلاف. تعال بقى نغير، المره دي مفيش جدول، امال في ايه؟ في مدى وكاميرا. حضرتك بتقول في مدى، كتر خيرك اهو المدى 0 1 2 3 4، لكن مفيش كاميرا. لا في، صحيح نوع الكاميرا المره دي مختلف، لان الكاميرات اللي شفناها قبل كده كان شكلها د س بيساوي ا س زائد 1 على 8، 2 ا زائد س على 4، فكانت كاميرا واضحه مشهوره. المره دي هي الكاميرا دي فائدتها ايه؟ بنصور فيها عناصر السين، فصوره الواحد كذا، صوره الصفر كذا، صوره الاربعه كذا، الكاميرا بنطلع منها داله الواحد، وداله الواحد يعني صوره الواحد، وصورة الواحد يعني الاحتمال المناظر للواحد. كده انت دخلت على اول سكة الاحتراف بالثلاث جمل دول، بداية سكة الاحتراف في المتغير العشوائي. الكاميرا اللي هي الدالة اللي انت لما بتشوفها بتطمن، يقول لك دالة س بيساوي الف زائد س على الاربعة، بنصور فيها الخمسة، صورة الخمسة بيساوي الف زائد خمسة على الاربعة وهكذا، فلما بنصور بنجمع الصور الاحتمالات نساويها بواحد. فايدتها نجيب بيها صور السين، والصور يعني الدوال، داله الواحد بكذا، داله الواحد يعني الاحتمال المناظر الواحد. فما بالك بقى لو انا المره دي في المساله اللي انت ممكن تستغرب وتشوف شكلها جديد او مختلف، وهي لا جديده ولا مختلفه ولا حاجه عاديه، كاتب لك لام س بصفر هي لام س باربعه هي 1/16، يعني الاحتمال المناظر للصفر قد الاحتمال المناظر للاربعه، كل منهم بواحد على 16 بس. الاحتمال المناظر للواحد قد الاحتمال المناظر للثلاثه، كل واحد فيهم بربع. واكيد هيبقى فاضل الاحتمال بتاع الاثنين نقدر نجيبه، ليه؟ لان التانيين موجودين في مجموعهم كلهم بما فيهم الاحتمال بتاع الاثنين كلهم مجموعهم واحد. كده اتحلت بالتفكير، التنفيذ بقى العملي اهو، عملت جدول. بس ما كانش بيدينا جدول، يا سيدي انا مش عايز جدول، هو الجدول ده ايه؟ ده بالقلم الرصاص والمسطره اعمل لك احلى جدول. مش بهزر، ما انت هتعمل جدول فاضي، هتقول لي طب املاه منين؟ ما انت عندك اهو المدى 0 1 2 3 4، رص فوق 0 1 2 3 4 بس. عارف لسه ما جبتش اللي تحت، نجيبهم. وهنجيبهم ليه؟ ما بقول لك صوره السين بصفر هي صوره السين باربعه، كل واحد منهم بواحد على 16، انزل تحت الصفر والاربعه بواحد على 16، وبالمره تحت الواحد والثلاثه بربع، هو طلب منك الاحتمال المناظر للاثنين، لام س تساوي 2 كانها داله 2، لام احتمال س تساوي 2 هي داله الاثنين، بما ان مجموع الاحتمالات بواحد يعني مجموع الارقام اللي تحت بتساوي واحد، إذا 1/16 + ¼ + ¼ على 16 بتساوي 1، ده معناه إن صورة الاثنين اللي كانت فاضلة وكان طالبها بتساوي 6 على 16. ما تنساش بقى
طلب مني لمسين باتنين والميو سيجما، مش هكمل بقى خلاص، طالما بقى عندي جدول جاهز ما فيهوش حاجه ناقصه، هاخد الجدول اللي بالعرض عشان ما اضيعش وقت، اقلبه واخليه بالطول، ازود خانتين، مره الاولى في الثانيه ورص، ومره الاولى في الثالثه يطلع س تربيع د س، هجمع عناصر الخانه رقم 3 يديني الوسط الحسابي او التوقع اسمه ميو، هجمع عناصر الخانه الاخيره تديني رقم ملوش اسم ناقص مربع الميو يديني التباين سيجما تربيع، احطه تحت الجذر يديني الانحراف المعياري. لو طلب معامل الاختلاف هقسم سيجما على ميو في 100 والناتج اكتب جنبيه في 100.